وسهلا، تحية طيبة، مرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام في برنامج صحتك والطبيب، أسرار علم المناعة. إن شاء الله غادي نتعرفوا شنو هي المناعة، شنو كذلك الجهاز المناعي ككل. غادي رفقة الدكتورة فتيحة الهلالي، دكتورة باحثة في علم المناعة. أهلا وسهلا دكتورة، مرحبا بك. شكرا أستاذة دنيا، شكرا مدينة اف ام. نعم، والشكر لك كذلك، مرحبا. ربي يخليك. تحية ليك وتحية لكل متتبعينا الأوفياء في المكان وكيتابعونا وكيتواصلوا معنا داخل وخارج أرض الوطن. تحية طيبة لكل الناس اللي عاد التحقوا بمسامعهم. الله حتى احنا معكم مباشرة، سواء عبر صفحة ديالنا في فيسبوك مدينة فهم، كل من بغى يتابعنا، أو كذلك يمكنكم تصلوا بنا على الرقم 0535 40 11 12. فاش كنسمعوا المناعة كان نستغربوا من طبيعة الحال، لأن الأمراض والفيروسات كنعرفوا أن الجسم كيبذل أقصى الجهد ديالو للحفاظ على الصحة من طبيعة الحال والبقاء في منأى عن كل ما يضره، لكن يحدث أحيانا أن تصل هذه الفيروسات وما شابه، سواء بالسعال أو سيلة الأنف أو ما هو أخطر من ذلك، لأن عارفين هناك مجموعة من الأمراض المناعية، وكنا طبيعة الحال تحدثنا على هذا الموضوع شحال هادي. داكشي علاش اختارينا نتيرو خصوصا مع الكوفيد 19، وكنعرفوا كيقول لك على أن الأشخاص الأكثر عرضة هما الأشخاص اللي عندهم نقص في المناعة. إذا دكتورة شنو هو، ما هي المناعة، نعرفوا بها أولا؟ نعم، المناعة هي قدرة الجسم على الدفاع على نفسه ضد كل ما هو غريب، مثلا كائنات حية، بكتيريا، فيروسات، طفيليات أو سموم، أو ضد مثلا خلايا اللي مثلا خلايا السرطان اللي متحولة ما بقتش عادية. إذا المناعة هي قدرة الجسم على التخلص من هاد الأشياء الغريبة واللي تقدر تسبب في حالات مرضية أو أعراض أو أمراض. إذن جهاز المناعة هو الجهاز اللي مكلف بحفاظ على مناعة الجسم. هذا هو التعريف ككل. نعم، إذن جهاز المناعة هو الجهاز اللي تيضمن لي حماية الجسم من جميع الأمراض وتحقق لي واحد التوازن اللي تنسميه الهوميوستازي. هو هذا جهاز المناعة، هو جهاز مهم جدا. يعني ما تيمكنناش نتخيلوا الجسم بدون مناعة، غيكون دائما في اضطرابات وأمراض متكررة. وفي حالة كان الجسم بدون مناعة، شنو هو مثلا الأهمية ديال هاد المناعة؟ أي خلل في المناعة أو اضطراب في الجهاز المناعتي تنشوفه على شكل أمراض، مثلا حساسيات، مثلا أمراض مناعتية، سرطانات. هادو هما الأعراض ديال اضطرابات أو خلل في جهاز المناعة. نعم، إذا هذا من طبيعة الحال هنا كتكمن الأهمية ديال المناعة. فنذكروا برقم الهاتف اللي هو 0535 40 11، لكل من بغى يتواصل معنا. دائما أسرار علم المناعة رفقة الدكتورة فتيحة الهلالي. فمن طبيعة الحال احنا مازال متواصلين معكم، وحنا معكم مباشرة. كيفاش نعزو جهاز المناعة باش نتجنبوا مجموعة الأمراض؟ هذا حتى هو كيعنينا، لأن تعزيز جهاز المناعة وهذا هو اللي كيقلب عليه الجميع. من هذا الكوفيد 19 شفنا مجموعة من الناس دايرين لي لايف كيفاش ممكن أنكم تاخذوا بعض الأعشاب ربما اللي تقوي. شفنا الحامض، شفنا القرنفل، شفنا مجموعة ديال الأشياء. واش فعلا هذه الأشياء يعني تفيد في تعزيز الجهاز المناعي أستاذة؟ نعم، هو في الحقيقة جهاز المناعي لا يحتاج تعزيز. إذا كنت أنا تنتبنى في واحد الأسلوب الحياة سليم، هي المناعة تشتغل راسها، ما تنحتاج تعزيز. انا الهدف ديالي هو جهاز مناعه سليم. لان حتى التعزيز، هذه الكلمه الان وقع فيها جدل، يعني لان مثلا نعطيك مثال حساس. نعم. هو الحساسيات الان هو راه جهاز مناعه معزز. يعني جهاز مناعه قوي لدرجه ان تيدخل غير واحد العنصر ضعيف، ولكن الهجوم المناعي تيكون قوي بزاف. يعني انا ما عنديش الغرض نقوي الدفاع ديال الجسم ديالي، انا خصني دفاع سليم، خصني واحد الوسط.
يدافع عليه على الميكروبات، ولكن ما يتعداش واحد المناعة سليمة، يعني لا إفراط ولا تفريط. كاين واحد بحال قلتي واحد الخيط ما بين مناعة مفرطة ومناعة ضعيفة، يعني خصو يكون في واحد الوسط. ما عنديش الغرض انا بمناعة قوية، لان مناعة قوية مثلا الامراض المناعاتية هي مناعة قوية، يعني الجسم تيدافع، حتى بدا ديك تيدافع لي زونتيكور تكون ضد المكونات ديالو. يعني انا خصني مناعة سليمة، مناعة سليمة تجي مع اسلوب وسط يعني وسط، تجي مع اسلوب حياة سليم والسلام. ما نبقاش نقلب على دي برودوي هادي تيعزز هادي، لان نقدر نوقع في شي مشاكل. ولكن كيفاش مثلا تقدر تكون وسط، خصوصا ان احنا غادي نشوفوا الامراض اللي مثلا كتسببها نقص المناعه، يعني مجموعه ديال الامراض اللي كنعرفوا انها كتسببها نقص المناعه، ولكن كيفاش نخليوه مثلا وسط كما قلتي؟ يعني كنعرفوا الناس عندهم لي زونتيكور بزاف كما قلتي، هما اللي عندهم المناعه اللي كتكون قويه، او نقص كاع في المناعه بصفه هو معينه. كاين نقص المناعة الأولي. كاين ناس خلقوا كاين أكثر من 100 نوع ديال نقص المناعة. هادوك مثلا تياخدوا داك المكون اللي عندهم فيه نقص، تياخدوا على شكل أدوية. كاين ناس اللي عندهم أمراض مناعتية، يعني الجسم فقد القدرة على التسامح مع المكونات دياله. لأن بغيت نشير لواحد القضية، أن من مميزات جهاز المناعة أن عنده القدرة على التمييز ما بين ما هو ذاتي وغير ذاتي. شنو هو ذاتي؟ يعني شي حاجة تتكون من مكونات الجسم ديالي، يعني جهاز المناعة خصو يتسامح معها، ما يهاجمهاش، ويعرف كذلك ما هو غريب ويهاجمه. لما تيفقد جهاز المناعة القدرة على التمييز ما بين ما هو ذاتي وما هو غير ذاتي، يعني تيفقد التسامح هنا مع كيولي المكونات خلل. ديالو، وهنا تتولي الأمراض المناعاتية. كاين علاج، تنتمنى الشفاء للجميع. كاين أدوية لهاد العلاج، ولكن حنا الآن تنتكلموا على الإنسان السليم باش يبقى محتفظ بالمناعة السليمة ديالو، ما عندولاش يبقى تيتناول في مكملات وفي مواد يمكن تكون غالية الثمن. يقدر هادو كيعطيوه اضطراب في المناعة، يعني يجي يقوي واحد يعني العنصر. نفهم من كلامك الدكتورة أنه يقدر يفاقم الأمور في هذه المسألة هذه، في حالة مثلا تناول هذه الأشياء هذه إذا كان واش الإنسان تفاقم الأمور. سليم، أباغ الحالات المرضية هادو تيكونوا تحت العلاج، ما نعم تنتكلموش عليهم، الله يشافيهم. حنا تنتكلموا على إنسان سليم مازال ما عندوش حتى شي مرض، ألوغ هذاك الإنسان خصو يتبنى واحد الأسلوب الحياة السليم باش يتجنب حدوث الأمراض. وهذا الاسلوب الحياه السليم تيمكن المناعه، لان المناعه السليمه في الجسم السليم، يعني ما تنحتاج ادويه، ما تنحتاج مكملات، ما تنحتاج شي اعشاب اللي يقدر من بعد دير لي امراض اخرى ولا تضر لي ايضا بجهاز المناعه. يعني ما عندي علاج، انا تنتكلم على الانسان السليم، يعني باش وبالنسبة يحافظ. للإنسان غير السليم، فاش كنتكلموا على الأمراض المناعاتية يعني. هذاك هو ايضا الانسان اللي مثلا عنده مرض مناعي، هو ايضا خصو يتبنى اسلوب حياة، لان للاسف الانسان اللي عنده مرض مناعي عنده الاحتمال كبير باش يتصاب بثاني مرض مناعي وثالث مرض مناعي. يعني كل ما دخل مرض مناعي للداس تيسهل الدخول الثاني وتيسهل الدخول الثالث، حسب الاحصائيات نعم ديال الدراسات اللي تقاموا على المرضى الحاملين الامراض المناعاتية. يعني حتى الانسان اللي حامل مرض مناعي خصو يعرف كي يتصرف مع المرض ديالو، وخصو يتبنى حتى هو اسلوب حياة سليم باش يحاول هادوك الازمات ديال المرض ينقص منهم. يتخطاها. وعلاش لا، وربي كبير، ان كاين الشفاء الذاتي. كاين شي امراض نسب زعما لا باس بها اللي تيكون الشفاء الذاتي. نتمنوا والعلم ان شاء الله تيتطور، نتمنوا بطبيعة يكون الحال احنا دائما ادوية. كنطمحوا لان يتلقاو زعما ادوية باش يتعالجوا الناس وما يبقاوش كاع هاد بالضبط، الامراض من الله طبيعة الحال. يشافي الجميع. فاش كنتكلموا مثلا على اضطرابات نقص المناعة دكتورة، هل فيها انواع؟ يعني كنعرفوا ان نقص المناعة الاولي، نقص هذا ما هو وراثي، هذا بغينا تكلمي لنا حول هذا الجانب. نعم قلت توتالور بان كاين نقص
كاين مكونات جهاز المناعه، يعني انسان سليم شنو عنده في جهاز المناعه؟ هو جهاز المناعه بحال واحد البوزل كبير، وبعض القطع مازال مفقودين في البوزل، مازال ما هاد البوزل واش القطع ديالو كامله ولا لا ما كامله والو. نعم هو العلم عمره ما تيكمل، باش نتفقوا عليها نهار يكمل نعرفوا راه البسط فقط. مازال ما كملاتش القطع ديال جهاز المناعه، ومازال بعض القطع اللي معروفه تحت الدراسه، وتنشوفوا يعني التاثير ديالها داخل الجهاز وظائف الجهاز المناعي. هو المناعه هي متنوعه، تلقاو اعضاء، تلقاو مثلا العظام هي من مكونات جهاز المناعه، الطحال، تلقاو مثلا انسجه، النسيج اللمفاوي، تلقاو سوائل مثلا البلازما، تلقاو خلايا، الخلايا اللمفاويه، الخلايا البلعميه، تلقاو بروتينات تسبح في الدم، مضادات الاجسام، بروتينات المكمل. يعني جهاز المناعة فيه ملايين القطع، يعني لما لا قدر الله تيخلق واحد الانسان تيكون عنده مثلا واحد المكون اللي لانفوسيتي ما تيتكونوش. نعم مثلا هذا خلل في هذا نقص اولي في المناعه. وعندنا النقص الثانوي مثلا السيده، مثلا فيروس ديال السيده تيمشي لينيش الخلايا تي سي دي كات وتيدمرها لي. يعني هذاك الانسان حامل الفيروس السيده ما غيكون عنده نقص في اللمفاويه ستي، وهي من الاعمده ديال الجهاز المناعي. يعني الا ما كانش راه ما كاين والو، يعني غيبقى ديما معرض للتعفنات، معرض للامراض الانتهازيه، يعني ديما غيكون عنده واحد الضعف تترتب عليه بزاف ديال والوراثه عندها علاقه بهذه الاشياء هذه نقص المناعه. كاين جزء في الوراثه في الامراض، نقص كاين امراض النقص المناعه الاولي كاين عندها ما هو وراثي، وكذلك الاصابه يعني منذ الولاده دكتوره او حتى لواحد السن معين؟ لا كاين اللي مع الولاده تيكون ديجا انستالي، وكاين اللي تيكون عنده مثلا في حد الان في هاد الامراض المناعاتيه، كاين اللي تيكون عنده استعداد جيني للاصابه بهذا المرض، تدخل من موراها عوامل اخرى تيتسموا لي فاكتور ديكلونشون، يا اما بيئيه يا اما اسلوب حياه، وتيحصل المرض. يعني هاد مثلا هاد البريديسبوزيسيون تقدر المرض يحصل، ما عندنا ما يمكنش تعرف اين سن يقدر يحدث داك ظهور مرض، ولكن إلي لا سيغ لي جين، راه موجود في لي جين، راه كاينه اون بريديسبوزيسيون جينيتيك. نعم عندنا سؤال، بما ان سواء الناس اللي كيتفاعلوا معنا عبر الصفحه ديالنا فيسبوك مشكورين، او كذلك الناس اللي كيتصلوا بنا، بامكانكم الاتصال بنا على الرقم 0535 40 11 0535 40 11، او تفاعلوا معنا عبر الصفحه ديالنا فيسبوك. بزاف الناس اللي غيقول لك السرطان واش من الامراض المناعاتيه؟ هو في كل خليه في الجسم كاين الجينات، كاين الحمض النووي اللي تيحمل الموروثات كلهم ديالنا. الوغ هاد وتنسميه بالشفره، عنده واحد الشفره، هاد الشفره تقدر يوقع على واحد التشويش، يوقع على واحد الطفره في واحد لوجين. يعني ديك الخليه هي في العاده عندها اوامر امتى تقسم، امتى توقف، امتى تموت، يعني داكشي كله كاين واحد النظام محكم ديال الخلايا. فاش تيحدث تشويش على الادي ان او الحمض النووي، شنو تيوقع؟ ان ديك الخليه تتبدا تتنقسم وما تتوقفش، تتبقى ديما ما تتموتش وما تتنضجش، تتبقى ديما في انقسام. هذاك الانقسام هو اللي تيعطينا كتل بقوة ما تتنقسم بواحد الطريقة غير منتظمة
انفيني تتبقى تنتقاسم بدون توقف. تيحدثوا اورام كتل تنسميهم اورام، ومن بعد هما اللي تيتسموا سرطانات سرطان. الخلية. نورمالمون لي لانفوسيت تي، كاينين لي لانفوسيت تي القاتلة خصها تعرف على الخلية السرطانية وتقتلها، يعني قبل ما تكبر، قبل ما تدير ورم، قبل ما تمشي لأماكن أخرى. ولكن ما يحدث أن الخلية تستعمل واحد الأنظمة اللي تتهرب من خلايا الجهاز المناعي، يعني بحال تخدعو، تتقول له انا خليه نورمال، انا خليه عاديه ماشي سرطانيه، وما تي وتي وتيكون واحد التسامح وما تيكونش الهجوم. لو ان حدث هذاك الهجوم كان غتقضي الخلايا الجهاز المناعي للسرطان، ولكن الطرق ديال الخداع او التهرب من جهاز المناعه هو اللي تيخلي السرطانات. والان كاين العلاج المناعي، بحيث انه العلماء تيكتشفوا هاد النقط ديال التهرب ديال الخليه السرطانيه، وتيصنعوا ادويه ضد هاد النقط ديال التحكم. وهذا الشيء كما قلت هو العلاج المناعي اللي موجود الان. غادي نرجعوا لهذه النقطه لان مهم، كيصنعوا ادويه ضد هاد جهاز التحكم حتى من طبيعه الحال ما تفاقمش الامور اللي نفهم من كلامك. فناخذ اتصال هاتفي اللي كنستقبلوا على الرقم 0535 40 11 12. الو، مساء الخير. الو وي بونجور. اهلا وسهلا، مرحبا. جو فو ريميرسي ديجا بور لو سوجي تري انتريسون. الله يخليك. انا كنت صغيرة صدفة اللي يكون في لا فوتور، وبغيت نسقسي الدكتور على لا مالادي دو بيرنار. اون فيت عندي كيلكان دو لا فامي كي اتان دو سيت مالادي، و تيقولوا لنا سيت مالادي غار وما معروفاش بزاف، سيت مالادي اوتو ايمون، وما عندناش شي معلومة زايدة عليها زعما بلا كومون اسكي بو زعما زعما فيغ فاس ا سيت مالادي، شنو هو لو مود دو في كي بو افواغ. سمعت السيدة قبيلة قالت بلي شنو هي لا مالادي، عاودي لنا لا مالادي. لا مالادي دو بيغمور. بيغمور وي بيغمور. هي من لي مالادي اوتو اومين سي سا. داك لو كور تيبدا بحال كيحارب لابسوغسيون ديال لا بي 12. كيحارب لا بي 12 وكيكون داك لابسونس ديال لو فاكتور انترينسيك في لي ستوم. ان شاء الله. سيت اون مالادي كي سي ديكلونشي كيما قالت السيده، ماشي ضروري من الصغر ولا في الزياده، حتى الواحد كيكبر ايتترا. فوقاش ديكلونشات عنده اكزاكتومون؟ الوغ في لا كارونتين. لا كارونتين داكور. وي. وقالت السيده كوم كوا زعما كاين كاين يا دي مالادي اوتو ايمون كي بوف اتخ زعما غيري بيان سور قدرة الله وداك الشيء. دونك إذا كانوا زعما إذا كانوا دي ميثود زعما اللي تقدر تمحنا بهم ولا تسلينا ان بو بلوس شنو هي لا مالادي اكسيتيرا. داكو. دونك حنا يا دي جون كي نو زون دي بلي زعما سي با تري تري غراف، زعما سي واحد يقدر يقدر يتعايش معاها غير بهذوك لي زانجيكسيون ديال لا بي 12 تريمستريالمون. Mais je voudrais bien vraiment savoir est-ce qu'il y a moyen de guérir. Bon, زعما شي حويجات على هاد لا مالادي. الله يجازيكم بخير. ان شاء الله غادي نجاوبوك باذن الله. ميرسي بوكو. ان شاء الله نجاوبوك. ايمان معنا. ايمان ايمان انقطع الخط. هاد لا مالادي هو مرض او فقر الدم الخبيث، ما عرفتش واش عندك معلومه عليه دكتوره. هذا فقر الدم الخبيث هو عباره عن نقص الخلايا في الدم الحمراء بسبب نقص الفيتامين ديال بي 12. يعني كاين مضادات الاجسام اللي ضد من طبيعه الحال. فشنو تجاوبيها؟ قالت لك هو يعني ماشي منذ الولاده هذا الشيء، حتى لي كارونتين حنا سمعنا لها. واش زعما كاين لا بوسيبيليتي باش ان الانسان يتشافى وهذا، فحتى نطمنوا من طبيعه الحال. هو كاين نسبه ديال الشفاء الذاتي ولا لا غيريزون سبونتاني
في عده امراض، في مجموعه من الامراض. يعني انا ما كاين امراض ما معروفاش اللي مثلا بزاف لي مالادي اوتومين حنا كنعرفو، مثلا لو لوبوس، المجموعه ديال لي كاين 80 مالادي. مرض مناعي، كاين 80 مرض. يعني فاش تكلمت على هاد لا مالادي انا فايت لي سمعها، لان فقر الدم الخبيث هو قلنا هو عباره عن نقص الخلايا الدم الحمراء بسبب نقص ديال لا فيتامين بي 12 على الخصوص. تيكون نعم. هجوم على البي 12. كيكون هجوم على البي 12 اكزاكتومون. فكملي حول هو الشفاء الذاتي موجود، ولكن ما يمكنناش نقولوا تيان هذا غي، فهمتي؟ يعني تيكونوا دراسات كبيره، تيكون ما عندناش العصا السحريه باش فوالا تيكون واحد النسبه ديال الناس بزاف، ومن بعد تيديروا دراسه على عدد كبير من المرضى، وتيلقاو بان شي بعض منهم، وتيحسبوا النسبه، تيقولوا تيان راه كاين 40% ديال الناس وقع لهم غيريزون سبونطاني، وكاين اسلوب الحياه السليم يقدر يعاون على هاد التسامح مع الذات. مثلا لان راه علم المناعه تيشبه شويه العلم النفس. يعني في الامراض المناعه هي بالنسبه، سمحي لي وقفتك دكتوره عند هذه النقطه، يعني هناك علاقه وطيده بين نفسيه الانسان والامراض اللي كيتقاس بها، سواء الامراض المناعيه او من غير الامراض المناعيه. يعني الا النفس الانسان كانت ماشي هذيك راه غادي تلعب له على مجموعه. حنا كنشوفوا غير لو ستريس دابا شنو داير في الناس، خطاك يعني هو هاد النسبه المرتفعه ديال الامراض المناعاتيه هي جايه من اسلوب جديد ديال الحياه ديالنا اللي كله ستريس. هذه ما خصناش نكروها. نعم. ما يمكنش نكروها. صحيح. نعم. يعني هاد السيده تنقول لها هاد السيد يتبنى اسلوب حياه طبيعي سليم، يكمل في العلاج ديالو، لان بويسكو عنده لا ديغراداسيون ديال بي 12 خصو بي 12 دخلو من 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 الادويه، يعني ما يمكنش يوقف العلاج ديالو. العامل الوراثي ديما كاين، والنفس نفسيه الانسان. كنتي كتكلمي على هذا الجانب النفسي، حتى هو تكلمي على هذه النقطه هذه فيما يخص السيد اللي مريض. نعم. الجانب النفسي اي واحد عايش في هذه الدنيا خصو يكون عنده امل، ما يمكنش يفقد الامل. كي الحمد لله الطب تيتطور، تنشوفوا الان امراض كانوا قاتله والحمد لله بفضل العلم قضينا على هاد الامراض. يعني يبقى الانسان دائما على 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 بال، مثلا يحضر المؤتمرات، يشوف الادويه اللي جديده، ويتبنى اسلوب حياه، لان الدواء بوحديته ما كافيش. يعني حتى الجسم والمحيط، البيئه المحيطه بداك الانسان عندها دور كبير في العلاج، ماشي غير و لونطوراج. لا سي تري امبورطون، لما كانش لونطوراج مزيان هذا كياثر اوتوماتيكمون على بلا مرض، يعني بلا ما يكون الانسان مريض. خطاك الانسان الا كان مريض غير المهم. اذا هي فاش سمعت قلتي ان الانسان ممكن يعني يتشافى من دايت الراس، ولكن كاين امراض اللي ما ممكنش ما ناخذوش فيها الادويه، يعني خاص الادويه افي. انا لا اتكلم عن الدواء خصو ياخذو. وهو شنو تيوقع؟ هو تيكون كيما النفس، يكون تخاصم مع الذات ديالنا، يعني الذات ديالنا تتهاجمنا. يعني واحد تيجيو ظروف معينه تيرجع لي داك التصالح مع الذات. يعني تتولي سيلف توليرونس، يعني كاين تصالح مع الذات، يعني ما الذات ديالي ما تتبقاش تكون لي دوك المضادات الاجسام ضد الذات ديال الذات نفسها. يعني تيكون هاد التصالح، تيكون النسب ديالو لا باس بها، ولكن خصني نعاون بالاسلوب الحياه السليم، ونتجنب التوتر وكل كل الاشياء يعني اللي ممكن انها تعرقل لي سير الحياه. السموم اللي تتحيط بينا، يعني هذا مثلا، يعني هل للاكل علاقه بهذه المسائل هذه، خصوصا مع تغير نمط الحياه وهاد لي فاست فود وهذه، يعني واش ممكن يعني يكون عنده علاقه مع هذه الاشياء اللي تكلمتي عليها؟ اكيد. هو التغذيه كاين جوج الحوايج، هي يا اما غتخلي ما هو جيد، مثلا احماض امينيه اللي ضروريه للجسم ما تتكونش في الجسم، يمكن تخلي بروتينات فيتامينات اللي انا محتاج ليها، ويمكن كذلك تخلي سموم. يعني انا الا كنت خايف على 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 جهازي المناعي او على الجسم ديالي والصحه ديالي العامه، يعني خصني نراقب الغذاء ديالي، نتجنب
كل ما هو مصنع، كل ما هو محول، التدخين، المخدرات، نعم فهمتيني، هادشي كله آه خصو ايفيتي. نعم يتجنبو الإنسان. تحية لحمزة غسال في إخراج حلقة اليوم، في تصوير الحلقة أيضا أحيي فيصل الناصري، استقبال مكالماتكم الهاتفية. كل الناس اللي عاد التحقوا بمسامعهم اللحظة، كل الناس كذلك اللي بغاو يتصلوا بنا ممكن يتصلوا بنا على الرقم 0535 40 11، أو كذلك تفعلوا معنا عبر الصفحة ديالنا فيسبوك مدينة اف ام. دكتورة فتيحة الهلالي، دكتورة مازال ان شاء الله شكرا. كما قلتي الطب كيتطور والبحث كيتطور ايضا، إن شاء الله. ونتمنى ويلقاو يعني علاج لمثل هذه الامراض، لان يعني مثل هذه الامراض صعب الانسان انه يتاقلم معها، ولكن الحمد لله على اي حال. ف في البدايه كنا تنتكلموا على الاسباب ديال المناعه، يعني النقص في المناعه، ما هو اسباب نقص المناعه، وايضا غنشوفوا بعد ذلك الاعراض، كيفاش الانسان يعرف رأسه أنه عنده نقص في المناعة. نعم أسباب ضعف المناعة، يعني من غير الحالات المرضية الله يشافيهم، كاين الأسلوب الحياة اللي تنتكلم عليه ديما، كاين البيئة، كاين مواد مثلا مسرطنة، كاين مواد تتعطي أمراض مناعتية تتكون في البيئة، مثلا في شي عمل معين، أو إنسان مثلا تيسكن بجنب الشارع وغازات السيارات عليه 24 ساعة على 24 ساعة، يعني إلا مشيتي للدم ديالو غتلقاي فيه البلون، غتلقاي فيه الميركور، يعني هاد الإنسان ما غنتسناش يكون عنده مناعة سليمة، نعم لأنه الدم ديالو مليء بالسموم. كاين أيضا قلة النوم، الآن كاين النوم الجيد، يعني نوم في الظلام وبدون أشعة وبدون هاد الهواتف وهاد الشاشة الزرقاء، نعم يعني قلة النوم تضعف جهاز المناعة، التوتر تضعف جهاز المناعة، السموم المحيطة بنا، يعني الآن كاينة شعبة اللي الاسم ديالها ليمينو توكسيسيتي، هي المناعة والتسمم، يعني كل ما دخلوا مواد سامة للذات تضعف صحيح فعالية صحيح الاستجابة نعم المناعتية. يعني خصني نحاول هاد السموم، من إذا كانت عندي القدرة على التحكم في هاد السموم، يعني ما نخليهاش ما انها نخليهاش تدخل مثلا تدخل، نعم التدخين، بطريقة او مثلا باخرى، نعم المخدرات، مخدرات، كحول. الكحول، الأغذية المحولة والمصنعة اللي مليئة بالمواد الحافظة، مصنعة يعني كل ما حافظة، قللت نعم من هذا الشيء يكون أحسن، يكون أحسن. نشوفوا إن شاء أكيد الله من بعد ما ناخذ عبد اللطيف من وجدة، غادي نشوفوا كيفاش الإنسان يعرف راسه عنده نقص المناعة، يعني فيما يخص الأعراض اللي ممكن تبان على الإنسان. عبد اللطيف، السلام السلام عليكم عليكم أسيدي. أستاذة شكرا على البرنامج، على الموضوع المهم. العفو، عندي شكر واحد لك السؤال، كذلك. والشكر للدكتورة، العفو، عندي واحد السؤال الله يجزيك بخير، كيف يعني كيف ننمي المناعة ديال الإنسان ذاتيا، يعني طبيعيا دون اللجوء للأدوية؟ واش الرياضة مثلا كافية باش ننمي جهاز المناعة، ولا كاين شي مسائل طبيعية ممكن ياخذها الإنسان؟ وشكرا على هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا. العفو والشكر لك كذلك إن شاء الله. إذا كيفاش ننميو جهاز المناعة يعني ذاتيا دون اللجوء للأدوية، وهو متكلم على الرياضة، إن شاء الله غادي نجاوبه فيما بعد. نرجعوا للسؤال اللي طرحت عليك، يعني باش الإنسان يعرف عنده نقص المناعة، شنو هي الأعراض اللي ممكن تبان عليه؟ نعم إذا كان مثلا واحد تعفنات متكررة، يعني كل مرة جايو نفس التعفن، أو إذا كان مثلا تعفنات تتاخد واحد الوقت طويل باش تشافى، إذا كان مثلا تيحس بواحد تعب دائم، يقدر يكون هاد الأعراض اللي تيحس بها هي ناتجة عن ضعف المناعة. إذا ما كانش واحد المرض يعني عند هذا الانسان، الوغ يشوف الاسلوب الحياه ديالو ويمكن يرجع للحاله الطبيعيه فقط بتبني اسلوب حياه سليم. نعم، إذا كثرة التعفنات يعني مجموعة من الأشياء اللي ممكن تبان على الإنسان
هي اللي كتخليه انه يعرف عنده نقص في المناعه. مثلا شي حاجه ما كتبراش دائما كترجع كترجع كترجع، أكيد فطريات ربما كتعالجها وكترجع يعني بعد ما تسالي ديك الدواء مباشره، او كما قلتي وهو الفطريات من غير لي بكتيري ولي فيروس سياخدوا اصلا وقت كيخ واحد طويل وقت طويل. نعم انا مشيت غير الفطريات يعني باش مباشره، تتشافى، داكشي علاش يعني مشيت زعما الاشياء اللي كتاخد وقت طويل في الشفاء. ستاخد وقت طويل. نعم، اذا نرجعوا للسؤال ديال عبد اللطيف من وجده، كيفاش ننمي جهاز المناعه؟ قال لك دون اللجوء، يعني المناعه الذاتيه دون اللجوء للادويه. هل الرياضه هي عندها علاقه بهذه المساله؟ أكيد التمارين الرياضية ضروريين للحفاظ على جهاز مناعة سليم. هو كاين، هي ما كايناش حاجة وحدة، هو كاين أسلوب حياة، طريقة العيش كلها يعني داخلة فيها التغذية. خصني ناخد كلهم المواد الغذائية، يعني الآن كاينة في الثقافة الأمريكية تيقولك تناكل على شكل قوس قزح، يعني تناكل الألوان كلهم، لان اكيد هاد المواد اللي في هاد الغذاء ما غيكونوش في الغذاء التاني. تنتجنب في التغذية كل ما هو محول ومصنع. شرب الماء ضروري لجميع خلايا الجسم. الاكسجين كذلك ضروري، نعرفوا بان التنفس طبيعي هكذا اللي تنتنفس انا وياك الان ما كافيش للدس ديالي. خصني كمية ديال الأكسجين كبيرة. هاد الكمية تجيب بالرياضة التنفسية. الآن الحمد لله اليوتيوب غادي براناياما، تمارين تنفسية، الجسم ديالي تيشبع بالأكسجين. كاين أيضا تبرع بالدم، تزيد كمية الأكسجين في الدم، لأن اللي تبرع بالدم تي يعني تجدد. الدماغ تتوصلو رسالة أنك عنده كريات حمراء، يعني جان صغيرة تتحمل وكتيرة تتحمل الأكسجين، وتتعمل واحد الأكسجين الأك الأكسجين الدس ديالنا، والخلايا تتعمل مرتاحة تحت الأكسجين، تيكون ضغط الأكسجين مناسب، يعني تتخدم أحسن. كاين ايضا وهذه مناسبة ندعو الناس يتبرعوا بالدم، يعني لان كاين خوتنا اللي محتاجين خلال هذه الازمة ديال الكوفيد 19، فكنشوفوا ان في ظل الحجر الصحي الى غير ذلك الناس ما كاين نقص تمكنوش يعني في الدم، فرجاء نتبرعوا بالدم لخوتنا اللي هما محتاجين الدم. اكيد نواصل دكتورة، كاين شنو كاين من غير تبرع شكرا بالدم؟ متبرعين بالدم. نعم. كاين ايضا الطبيعة، كاين العلاج بالطبيعة، نعم كاين الآن العلاج بالأشجار. فمن طبيعة الحال كنا كنتكلموا قبل قليل رفقة الدكتورة فتحة هلالي، دكتورة باحثة في علم المناعة، دائما على الأشياء اللي كتنمي لنا جهاز المناعة دون اللجوء كما قلنا الأدوية. وكما سبق وطرح سي عبد اللطيف من وجدة، تكلمتي على الرياضة، على التبرع بالدم، كنت كتضيفي الهواء النقي، الطبيعة، الطبيعة، الأشجار. الإنسان مرة مرة يمشي العلاج بالأشجار، نورمالمون مرة مرة الإنسان خاصو يبدل، يعني بما ان احنا كنتواجدوا في المدينة ولو ستريس ديال العمل، لو ستريس مع الوليدات وهذا، يعني لا بأس في كل مرة مثلا، كل ما نقولوش كل أسبوع لأن كيتعذر علينا والله يحسن العوان، غير كل شهير الإنسان يهز وليداته ويمشي للطبيعة، هذا يبدل الجو، كياخد واحد النفس اللي هو هواء نقي. نعم صحي صحيح. من غير ذلك كاين أيضا تحكم في التوتر ديالنا اليومي، كاين الله يحسن العوان اللي عايش بون، كل واحد الطاقة الاستيعاب ديالو، يعني اللي ما تيقدرش يتحكم في هذا الشيء خصو يلجأ، كاين طرق ديال الاسترخاء، لأن التوتر تيضر بطريقة كبيرة جهاز المناعة، القلب والشرايين، الأعصاب والدماغ، هادو كلهم تيتأثروا بالتوتر.
الوغ لازم يشوف طريقة باش يزول هذا التوتر، يا إما تمارين استرخاء، لا ميديتاسيون، الحمد لله هذا الشيء سور يوتيوب كاينين، أو هو بذاته عنده طريقة خاصة باش باش يضبط تعاونوا التوتر على ديالو، الاسترخاء يا إما الطبيعة، يا إما وسماع المشي، يا القرآن إما اللي هو المهم هو، بيطمن القلوب. لأنه نعم يعرف بأن في كل حتى الناس اللي الله يشافيهم عندهم أمراض مناعتية تيلاحظوا بأن فاش يكونوا متوترين دوك الأزمات الحادة ديال المرض تزيد تقوى، تفاقم. نعم يعني من هنا باش نعرفوا بأن التوتر تيزيد في نعم اضطرابات الجهاز المناعي. نعم إذا كسؤال آخر، ما علاقة يعني المناعة بالنظافة المفرطة؟ وهو كانت واحد النظرية قديمة تيقول لك ان الا كانت واحد النظافة مفرطة جهاز المناعة غيكون ناقص واحد التربية مناعتية، يعني ما غنربيش الا عشت في النقاب زايد ما غنربيش جهاز المناعي، يعني ما غيتعرفش على البكتيريات وعلى الفيروسات وعلى هذا الشيء. ولكن هاد النظرية كانت تبدلات، دات بعدة مراحل، والان هذه النظريه في الاصل ما كانش تهم النظافه الشخصيه، ملي كانوا تيتحدوا عن النظافه المفرطه ماشي هي نغسل يدي بعد الخروج من المرحاض، ولا نغسل يدي باش نهيئ الاكل او ناخذ ماء هذه نظيف. اشياء ضروريه هذه عمرها وطبيعة ما الحال كانت، ما يعني في يمكنش اننا الاول نستغنوا عليها. كان بحال واحد الخلط ما بين المفاهيم، ان ديك النظافه المفرطه هي النظافه الشخصيه، الوغ هي ما كانتش عمرها ما كانت واش نظافه كيقصدوا شخصيه، بها دكتورة؟ هي تيقصدوا بها هما لان في تطور الانسان او تطور الكون لي بكتيري سابقين الانسان في الكون، ومنين وهما تيعيشوا مع بعض، يعني ديك مثلا في الجهاز الهضمي عندنا واحد البكتيريا اللي كانت من اول الزمان هذيك تحولات لان ولا دابا لي زونتيبيوتيكس تحولات، لان ما بقيناش ناخذوا ادويه، ما بقيناش ناخذوا اكل طبيعي، ما بقيناش ناخذوا اكل سليم، بقينا ناخذوا اكل محول ومصنع، يعني بهذا الشكل وقع اضطراب في لافلوغ اللي عايشه معانا عبر مئات السنين ماشي الان. ولكن النظافه الشخصيه عمرها ما كان فيها جدل ان لازم تكون نظافه شخصيه للجسد، يعني نظافه الاسنان، نظافه المكان، نظافه الاكل، نظافه الماء اللي سنشربه، يعني ماشي هذه مده قليله كان وقع واحد الحديث ان واحد الناس كانوا تعيشوا مع واحد الفئران في ديك، وكان السيد شرب الماء بايت وقاص وداز عليه الفار، يعني الله يرحمه دابا السيد راه توفى، يعني تألمنا عليه لانه قال لك حنا تنقولوا بسم الله. منين سولت ولدو قلت له سيدي علاش، قال لي راه شكينا في واحد الما شربوه، منين شربوه هو مريض، يعني كان واحد لا مالادي لا ليبتوسبيروز. قلت له سيدي راه ما خصكش تشرب الماء، قال لي لا حنا تنقولوا بسم الله. قلت له دابا بانت لك النتيجه، ها هو الوالد ديالو في الانعاش، ها هو من بعد توفى لانه تعطل، ما جاش لان ما عرفش شنو ديك الشيء، يعني الواحد ما خصوش يتهاون في وهاد النظافة. لا ليبتوسبيروس كتصفر الدات، كتهضر هي بحال الزعفران وكت الا تصير تصفر على لا زعما الا تعطل بها هادو الاعراض وعاد كت هي واحد لا مالادي اللي ما تتعرفش كيدايره ليفوليسيون، كي غادي يتطور ما يمكنلكش تعرف، تقدر تخرج منها تقدر تموت. وحنا هي خطيره نوعا ما، يعني حنا الحصول على ماء سهل، ماء نقي، علاش غنشرب ماء مسخو غنقول بسم الله؟ هادشي افكار نعم خاطئه. نعم غادي ناخذ اخر مكالمه ضمن حلقه اليوم. حسنه من سله. حسنه اهلا، السلام عليكم بنتي. وعليكم السلام ورحمه الله. شوف بنتي الله يسهل عليك، انا عندي اختي اش ياك، شنو عندك؟ اختي اش، اختي اش ياك، مرت النصران وانا محيده النصر الكبير كامل، كل في طومي توتال ياك. وهذا المرض هذا الدواء اللي كناخذ دار لي ديلاتاسيون دي برونش،
الطبيبه خرجت لي لي كورتيكويد هذه شحال وانا كناخذ لي كورتيكويد هذه الازمه ديال كورونا بنتي حيدت لي كورتيكويد دابا بغيت نسول بنتي الدكتوره واش 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 ضروري نرجع ليهم ولا نبقى نحيدهم وشنو قالت لك مثلا الطبيبه اللي متبعه معاها حيت نورمالمون هاد لا مالادي خص الطبيبه اللي متبعه معاك هي اللي تقول لك واش تحيديهم ولا لا ما يمكنش عبر الاثير حنا نقولوا لك واش تحيدي لك هما بنتي حيدتهم انايا لا هذا فاش عيطت للطبيبه ديالك واستشرتي معاها شنو قالت لك واش ضروري لا بنتي ما عيطتلهاش انا غير ما سمعتلهاش بنتي انا غير سمعت قالوا هاد كورونا لا هما هما نورمالمون لي كورتيكويد في الايام العاديه كيقول لك زعما بما انهم كيديو النقص شويه في المناعه وهذا كيفيتوهم الناس ولكن الا كانوا ضروريين ويعني في الحاله ديالك خاص ضروري مستشاره الطبيبه ديالك لاله حسنه من الاحسن تعيط للطبيبه ديالك الله يخليك باش هي تقول لك واش تاخدي الدواء ديالك ولا لا لان حنا لا مالادي ديالك ما غاديش نعرفوا حنا ما متبعينش معاك من الاول لان الدكتوره هي اللي تفيدك في هذه المساله تبارك الله عليك شكرا لك وبالشفاء العاجل ان شاء الله شنو تضيفي لنا كنقطه اخيره ان شاء الله على امل اللقاء بك في احدى الحلقات ان شاء الله ربي يخليك نعم اللي نبغي نقول هو ان ديك الفكره ديال النظافه المفرطه باسكو هذا سوجيتي يعني متداول بزاف هو انه الان لما تنسمع ميكرو وغيتعالج بانتيبيوتيك ولكن الان تعفونات تبينت انها سبب في سرطانات انها سبب في امراض مناعتيه تبينت انها سبب في حالات مرضيه اخرى يعني نلتزم بالنظافه ديالي هي اول سلاح نعاون به جهاز المناعي هو ان من نحاول ما يكونش عندي اتصال بهاد الجراثيم نعم تبارك الله عليك شكرا لك الدكتوره فتيحه الهلالي شكرا للاخت ديالك حتى هي هاجر والاسره ديالك الكبيره والصغيره ايضا احيي حمزه خصه اللي في اخراج حلقه اليوم في تصوير الحلقه احيي فيصل نصري في استقبال المكالمات كل متتبعينا الاوفياء سواء عبر صفحه ديالنا فيسبوك او كذلك عبر الاثير فتحيه للجميع لقاءنا غيتجدد الاسبوع المقبل في موضوع اخر في حلقه جديده من برنامج صحتك والطبيب الى اللقاء